يا مراحب في شغل عادي. قبل ما نبدأ نتكلم النهاردة عن فكرة هي الأهم تقريباً على مدار حياتنا، مش بس العملية لكن كمان العلمية. الفكرة اللي هارونا بيها نصايح، وهي إنك اتعلم كويس يا ابني. الكلمتين اللي هتقراهم دلوقتي هينفعوك بعدين، لكن لما كبرنا اتصدمنا بواقع تاني. وانا عشان كده على طول عايزة أسألكم، كم مرة حد قال لنا أنت لازم تاخد شهادة عشان تحصن بيها نفسك؟ صح؟ خدتوا الشهادات؟ مبسوطين؟ لا ليه؟ ما لازم نبقى مبسوطين بالشهادة. بس أنا سؤالي بجد، هل الشهادة لوحدها كانت كفاية إنك تدخل في سوق العمل؟ حد حصل مع التجربة دي إنه لما راح يشتغل قالوا له شهادتك ما تعملش حاجة؟ اسمي خالد سالم. معايا معهد مساحة 4 سنين. تمام. رحت اشتغل بالشهادة ولا أي شغل. ما لقيتش الشهادة الشغل. ملهاش أي لازمة. لا هي ليها لازمة، بس أنت مش لاقي مجالك. 4 سنين ضاع على الفاضي. ماشي، موافقين، موافقين على الكلام ده؟ هي الشهادة، مفيش شهادة في الدنيا ملهاش لازمة. هي ليها لازمة بس غالبا فرصها قليلة، فأنا بضطر أعمل إيه؟ أشتغل بحاجة غير شهادتي، مش كده؟ فإحنا بقى في حاجة مهمة جدا كان لازم حد ينبهنا ليها من زمان، إنه يقولوا لنا إيه هي المهارات الأساسية اللي أنا محتاج تكون عندي في الحياة عشان لو شهادتي ما نفعتش يبقى عندي شوية مهارات تانية تساعدني في حياتي. حاجتين بس اتعلمهم وبعد كده اتعلم أي حاجة تانية. اتعلم لغات واتعلم كمبيوتر. ولما نتكلم عن اللغات هحكي لك الحكاية من أول بداية الخليقة. من بداية الخليقة الناس بتدور على طريقة للتواصل. من بداية الخليقة واللغة هي الحاجة الأولى اللي بنتعامل بيها مع بعض واللي اتبنت على أساسها كل الحضارات، لحد طبعاً ما أنتوا عارفين القصة الشهيرة أننا وصلنا للغات مختلفة بنتواصل بيها مع بعض. لكن إحنا لازم ما نهربش من الحقيقة أن اللغة هي الطريقة الأولى للتواصل. فتخيل كده أنه في حد عايز يروح يدخل في العالم الكبير ده ويدخل في الحضارة الكبيرة دي وهو ما عندوش لغات ولا حتى اللغة الأولانية. خليني أقول لكم أنه في بعض الاختبارات كده بعض الناس لحد النهاردة وهم مخلصين شهادات جامعية مش بيعرفوا يكتبوا عربي كويس. حصل ولا لأ؟ موجودة؟ ده أنا ممكن أعمل لك امتحان دلوقتي وأقول لك أنها موجودة هنا في الاستوديو.